مرحبا، اليوم حابة أحكيكم عن موضوع كثير شائع ومنشوفه بشكل يومي بالعيادة، يلي هو التصبغات الجلدية. طبعا مثل ما بنعرف التصبغات الجلدية هي عبارة عن بقع بلون بني فاتح أو غامق، بتظهر أكثر شيء على الخدين، على الجبهة، على الأنف وفوق الشفة العلوية. طبعا التصبغات ممكن تكون وراثية أو ناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو ناتجة عن وجود اضطرابات هرمونية. بالنسبة لعلاج التصبغات، قبل ما نبدأ بالعلاج لازم نأكد على المريض موضوعين مهمين. الموضوع الأول إنه رحلة العلاج طويلة رح تستغرق عدة أشهر، والموضوع الثاني هو ضرورة الالتزام بالواقي الشمس أو السن سكرين بشكل يومي. طبعا رح نعطي البيشنت مجموعة من الكريمات التفتيح يلي بتحتوي على الأربوتين، كوجيك أسيد، الفيتامين سي وغيرها من مواد التفتيح، بالإضافة لمجموعة من الإجراءات المهمة يلي بنعملها هون في العيادة زي التقشير الكيميائي الكيميكال بيلينج، كاربون ليزر، حقن المواد المفتحة بتقنية الميزوثيرابي.